تترقب الجماهير الأردنية مباراة الديربي عندما يلتقي فريق الفيصلي والوحدات في قمة يحتضنها استاد عمان الدولي، قمة تنطلق مساء السبت واعدة بالإثارة الكبيرة في ظل التقارب النقطي بين الفريقين الطامحين لاستعادة لقب دوري المحترفين. يمتلك الفريقان كوكبة من النجوم الكبيرة التي ستمنح المدربان مرونة تكتيكية عالية، حيث يطمح الوطني جمال أبو عابد لتحقيق الفوز واكتساب ثقة جماهير الفيصلي، خصوصا وأنها ستحصل على النسبة الأكبر من المدرجات. أما الفرنسي جوميز فإنه يبحث عن فوزه الأول مع الوحدات. تواجدنا في الشارع لنرصد توقعات الجماهير قبل القمة التي ستشهد غياب براء مرعي عن الفيصلي وأحمد تائر عن الوحدة، فيما لم تتأكد جاهزية قائد الأخضر محمد دميري للقاء الذي سيلعب لحساب الجولة الثامنة من دوري المحترفين. شو توقعاتك لمباراة السبت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا توقعاتي بحب يتعادلوا عشان ما يصير مشاكل، وإن شاء الله بتعادلوا، لا هذا يفوز ولا هذا يفوز. إن شاء الله فيصلاوية. الوحدات إن شاء الله، يعني 2-1 أو 3-2. رابط وقع 3-0، نتيجة تاريخية للوحدات بإذن الله رب العالمين. والله هو مباراة تكون صعبة كثير شوي يعني، بس إن شاء الله إنه الفيصل، يعني إحنا نتمنى الفوز، يعني لو على القليل يعني 2-1 إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله 2-1 للوحدات بإذن الله. يا تعادل يا 1-0 للفيصل. يعني أتوقع إنه الوحدات راح تفوز 3-0. توقعاتي إنه الفيصل والوحدات حيتعادلوا. فيصلي. والله الوحدات. يعني مجايب 1-1. 3-0. 1-0. والله إن شاء الله إحنا متأملين بالله، يعني إحنا دائما متوقعين فوز الوحدات أكيد، وتمنياتنا فوز الوحدات، وإن شاء الله إنه فوز الوحدات 3-0. وأتوقع إن شاء الله الفوز للفيصل 2-0. والله إن شاء الله للوحدات 2-0. إن شاء الله الفيصلي. والله إن شاء الله النتيجة راح تكون للوحدات. طبعا هم فريقين قطبي الأردن، وهاي مباراة بتكون من مباريات القمة دائما وأبدا. قمة عاصمة الجبال السبعة بين أخضر عمان وأزرقها، لمن ستبتسم؟ لموقع ملاعب أنس عشة عمان.